تخيل تلاقي جوابتك السرداب ده اللي بينقلك للماضي او للمستقبل، زي اللي احنا شفناه بيحصل مع عمر افندي. حاجه زي دي عن طريقها انت ممكن تغير العالم، وده بقى يخليك تسال نفسك هل فعلا الرجوع بالزمن شيء ممكن ولا مجرد خيال علمي. الحقيقه ان في نظريه علميه بتقول ان شيء زي ده ممكن، بل وان كمان في ادله في القران بتدل على ان الزمن شيء مش ثابت، ويمكن من اكبر ادله بتدعم الكلام ده هو رحله الاسراء والمعراج. اللي يخليك تستغرب اكتر هو ان في صور وفيديوهات بتوريها ان كان في العصور اللي فاتت اختراعات جايه من المستقبل من زماننا لوقت ما كانتش موجوده فيه اصلا، وقصص لناس بتدعي ان هم سافروا بالزمن. حاجه زي كده صحيحة، فاحنا بنتكلم ان التنبؤات بتاعت ليلى عبد اللطيف ومسلسل سيمبسون وغيرهم دي كلها مجرد اخبار جايه من ناس من المستقبل، وهم بس بيطلعوا يقولوها لنا دلوقتي. لو انت مش مقدر خطوره الكلام اللي انا بقوله ده، فاحب اقول لك ان لو البشر قدروا ان هم يخترعوا آلة زمن، ده هيبقى اقوى سلاح في العالم، اخطر حتى من الاسلحه النوويه. انت بتتكلم في ان انت هتبقى دايما سابق كل اعدائك بخطوه، بل وهيبقى عندك القدره انك تغير في الاحداث ومسارها. حاجه زي دي ممكن تدمر العالم بالكامل. والسر الاخطر اللي انا هكشفه لك ان فعلا في دول قدرت ان هي تصنع آلة زمن او حاجه شبيهه بيها، لكنهم مخبينها عننا. فيلا بينا نبدا. بسم الله. في سنه 1905 طلع واحد اسمه اينشتاين ونشر ثلاث ورقات، من ضمنهم ورقه بتتكلم عن حاجه اسمها النسبيه الخاصه. الكلام ده وقت ما طلع كان اشبه ما يكون كده بالالحاد العلمي، لان النظريه شرحت حاجات كتير قبل كده ما كناش احنا قادرين نفهمها. وبكل بساطه النظريه بتقول ان احنا كل ما قربنا من سرعه الضوء الزمن هيتباطأ، وبمجرد ما نوصل لسرعه الضوء بالظبط الزمن هيتوقف اطلاقا. يعني انت لو ماشي بسرعه الضوء الناس هتبدو ليك ان هي كلهم متجمدين، بينما ان العالم فعلا شغال. لكن ايه بقى اللي هيحصل لو احنا عدينا سرعه الضوء؟ ساعتها احنا ممكن بقى ايه، نلعب في الوقت، نطلع للمستقبل، نرجع للماضي، حاجه حلوه و13 خالص يعني. لكن هو في مشكله، ان في اثبات رياضي بيمنع ان اي جسم عنده كتله يوصل اصلا لسرعه الضوء، وده لان انت هتبقى محتاج مصدر طاقه لا نهائي. هل انت عندك مصدر طاقه لا نهائي؟ اكيد لا. لكن تعال نفترض بقى ونسرح بخيالنا ونقول ان البشر في فتره ما قدروا ان هم يتوصلوا لمصدر طاقه لا نهائي، وقدروا فعلا ان هم يمشوا بسرعه الضوء. ساعتها هيقدر البشر ان هم يرجعوا بالزمن او يطلعوا للمستقبل زي ما هم عايزين. بس الكلام ده كارثي. انت بتتكلم ان انت لو رجعت بالزمن وغيرت حدث بسيط قوي، والحدث ده بشكل ما عمل سلسله احداث تسببت في ان ابوك وامك ما اتجوزوش، فساعتها انت ما جيتش للدنيا، وساعتها انت ما اخترعتش آلة الزمن وما رجعتش بيها، فده معناه ان آلة الزمن بقتش موجوده، وانك هتتحبس معاهم في الزمن بتاعهم ومش هتعرف انك ترجع. والمفارقه المنطقيه الاغرب ان انت ذات نفسك ما اتولدتش. طبعا ده كان الاثبات العلمي المنطقي بالادله الرياضيه. لكن خلينا بقى نيجي للاثبات الديني. الرسول عليه الصلاه والسلام سافر بالبراق في رحله الاسراء والمعراج، وعلى حسب كلام العلماء ان هو بلغ سدره المنتهى، ودي حاجه كده اشبه ما تكون بان هي الباوندري او الحدود بتاعت الكون. يعني دي اخر حاجه احنا ممكن ادراكنا او العلوم بتاعتنا توصل لها كبشر، وبيقدر ان البعد بتاعها حتى اسرع حاجه زي الضوء هيحتاج الف ملايين السنين عشان يوصل لها. طيب تعال نرجع بقى هنا للبراق. البراق اسمه ماخوذ من البرق، والبرق في اساسه هو عباره عن ضوء، فده معناه ان هو كان سريع جدا او ان هو كائن نوراني وكان قادر ان هو ينطلق بسرعات تجتاز سرعه الضوء. واحنا قلنا ان اي حاجه هتوصل لسرعه الضوء هتقدر ان هي تتلاعب بالزمن. طبعا انت هتسال نفسك، طب ازاي هو بلغ سدره المنتهى اللي الضوء نفسه محتاج ملايين السنين عشان يوصل لها؟ الاجابه وبكل بساطه ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تدخل بقدرته، سبحان الذي اسرى بعبده. وطالما حاجه بقدره ربنا لنا ولا انت نقدر نسال عنها. لكن ده بقى هيفسر لك هو ازاي الرسول عليه الصلاه والسلام لما طلع فوق قابل الرسل والانبياء اللي هم في الوقت ده المفترض ان هم ميتين وموجودين في قبورهم. بل وان انت لما تيجي تبص على القران هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيتكلم بسخط الماضي. فنفخ جاء ربك والملك، دايما ربنا بيتكلم كان الاحداث اللي مفترض بالنسبه لنا هتحصل هي حصلت في الماضي، وده لان ربنا سبحانه وتعالى لا يسري عليه طارق الزمان. ربنا مش بيتاثر زينا بالزمن لان هو اللي خلق الزمن. طيب بعد ما انت فهمت الموضوع من جهه العلم وممكن تكون استوعبت شويه من ناحيه الدين، فخليني بقى احكي لك قصه لما تسمعها هتترعب. في سنه 2018 في شاب امريكي ادعى ان هو مسافر بالزمن من سنه 2030 وان هو عمره 50 سنه، ولكن مش باين عليه سنه لان احنا البشر في المستقبل هنخترع ترياء بيمنع الشيخوخه. مواقع التواصل وقتها اتقلبت، والوكالات الاعلاميه والاخباريه في امريكا، وده لان هم جابوا الشاب وحطوه على جهاز كشف الكذب، واكتشفوا ان هو فعلا مش بيكذب، بل وبدا ان هو يقول لهم تنبؤات المفترض ان هي هتحصل في السنين اللي بعدها. قال لهم ان في سنه 2028 البشر هيقدروا ان هم يطلعوا المريخ، بل وان كمان وقتها البشر هيبتدوا ان هم يحطوا الرقائق الذكيه جوه الاجسام والادمغه بتاعتهم للشريحه اللي شغال عليها ايلون ماسك، وان العالم في نفس السنه هيشهد حرب عالميه ثالثه هتكون باستخدام الاسلحه النوويه. كمان قال ان البشر هيتمكنوا ان هم يسكنوا الفضاء ويسكنوا كمان المحيطات، وان في كائنات فضائيه هتعمل غزو لكوكب الارض، وان احنا هنقدر نعقد معاه سلام. وقال ان العلماء بالفعل قدروا ان هم يتوصلوا لاختراع آلة الزمن من قبل 2018 كمان، ولكن هم مخبين الاختراع عن الناس. الشاب ده كان اسمه نوح، وقال ان هو عشان كشف الاسرار دي فهو ملاحق من قبل السلطات الامريكيه. اما بقى عن آلة الزمن اللي هو بيتكلم عنها فانا هحكي لك عنها بعدين في سياق الفيديو. طبعا لما تيجي تبص على كلام نوح واللي قاله والتنبؤات بتاعته اللي فعلا في جزء منها حاليا بيتم تنفيذه، بتبتدي تشك هل المنظمات اللي بتطلع ان هي تبث لينا اخبار عن حاجات هتحصل في المستقبل، او ناس زي ليلى عبد اللطيف اللي بيطلعوا يقرفونا بالتنبؤات بتاعتهم كل سنه،
سنة أو مسلسل سيمسون اللي تقريبا تنبأ بكمية أحداث كلها طلعت صح في آخر كام سنة. في نظرية طالعة بتقول لك إن في ناس من المستقبل على دراية بكل الأحداث اللي حصلت بعد كده، وهم بيبعتوها للماضي زي ما احنا شفنا في المسلسل بتاع عمر أفندي، إن هو كان بيقعد يقرأ الجرايد فيعرف اللي حصل وقتها وبالتالي يروح يغير في الماضي. فهل في حد ليه مصلحة إن هو يبعت الأخبار من المستقبل للناس دي في عصرنا عشان ينشروها أو يحضرونا لشيء؟ أو النظرية اللي أنا برجحها أكتر إن الناس دي مدعومين من جهات متحكمين باللي بيحصل، واللي بيطلعوا يقولوه لنا بس هو مجرد مخططات هتتنفس فيما بعد، وكل ده بيعملوه عشان يكتسبوا مصداقية، ولما بعد كده يبثوا لنا أي حاجة إحنا نبقى متقبلينها ونقتنع بيها. شايف الصور اللي قدامك دي؟ لو أنت ركزت فيها هتلاحظ إن الشاب اللي واقف وسط الناس تحس إن هو مش من نفس العصر. الصورة دي اتخذت سنة 1941 لجسر كان بيتم بناؤه في كندا، والصورة حاليا موجودة في واحدة من المتاحف. لكن الغريب إزاي الشاب اللي واقف ده لابس تيشيرت مودرن، نظارة شمس، وكمان ماسك كاميرا أشبه ما تكون بكاميرا فوتوغراف حديثة في إيده، بينما إن كل الناس اللي حواليه من الفترة دي. الصورة دي قديمة زي ما بقولك، موجودة في متحف، فاستحالة يكون اتلعب فيها بأي شكل من الأشكال. الأغرب من كده الفيديو اللي أنت هتشوفه ده، الفيديو ده من فيلم شارلي شابلن، واللي بتظهر فيه ست وهي ماشية وماسكة على إيديها حاجة أشبه ما تكون بالهاتف المحمول. حب أقولك إن الفيلم ده كان في سنة 1928، بل وإن في مقطع تاني الستين كانوا طالعين من المصنع، ولو جيت تبص على الست ديت هتلاحظ إن هي حاطة على تليفونها حاجة برضو أشبه ما تكون بالهاتف المحمول، مع العلم إن أول هاتف محمول اخترعه واحد اسمه مارتن كوبر في سنة 1972، يعني تقريبا بعد أكتر من حوالي 40 سنة من الفيديوهات اللي أنت شايفها دي. فهل معقولة إن الناس دي سافروا بالزمن أو إن حد إداهم الاختراعات دي؟ طبعا في كمية أدلة كبيرة جدا من صور وفيديوهات ونقوش على معابد في حضارات قديمة حتى زي حضارتنا، واللي متوثق فيها كمية أدلة على وجود تكنولوجيا في العصور بتاعتهم كانت حتى سابقة التكنولوجيا بتاعتنا. فإزاي هم وصلوا للتكنولوجيا دي أصلا؟ إلا لو كان حد معاه آلة زمن قدر يرجع ليهم ويوصل لهم التكنولوجيا دي. وده بقى يجيبنا للنقطة الأكثر إثارة للجدل. شايف الآلة اللي قدامك دي؟ هي دي حاجة أشبه ما تكون بآلة الزمن، اسمها كرونوفايزر، ودي عندها قدرة إنها تشوف الماضي، والآلة حاليا مكانها موجود في الفاتيكان، وفي حكومات محافظة على السر بتاعها من إن هو يطلع وينتشر بين العامة. اللي كشف المعلومات الخطيرة دي هو كاتب ورجل دين اسمه فرانسوا برون. في كتابه ألغاز الفاتيكان كشف إن الآلة دي اخترعها عالم إيطالي اسمه بلجرينو أرناتي، واللي حكى إنه من خلالها قدر إن هو يشوف مشاهد من حياة النبي عيسى عليه السلام. الآلة طريقة شغلها كالآتي، فيها مجموعة زراير تقدر عن طريقها إنك تظبط المكان والزمان اللي أنت عايز تشوفه، وبتبدأ الآلة إن هي تجمع الموجات الكهرومغناطيسية اللي سببتها الأحداث في الفترة دي، بالإضافة للموجات الصوتية، وعن طريقها تقدر إنها توريك صور أو مشاهد من اللي حصل في الماضي. لكن طبعاً وجود الآلة من عدمه لم يتم تأكيده أو نفيه من أي حكومة، لكن بما إن الآلة ممكن تكون موجودة فده بقى ياخدنا للنقطة الأهم. تعال نقول إن أنت بشكل ما قدرت إنك توصل لآلة الزمن، أو إنك لقيت سرداب زي اللي في مسلسل دارك أو مسلسل عمر أفندي، وعن طريقه بدأ إن هو ينقلك للماضي والمستقبل. حاجة زي كده إيه ممكن يكون التوابع بتاعتها؟ طبعا أنت ممكن تستخدمها عشان تعرف امتحاناتك وتجيب درجات عالية، أو إن أنت تراهن على ورقة يا نصيب، أو إنك تخلي جدك يشتري أرض بدل ما يروح حفلة أم كلثوم وساعتها يبقى عندكم ملايين من الأموال. لكن خد بالك إن في معضلة علمية وفلسفية في نفس الوقت في حوار الرجوع بالزمن، أو ما تسمى بمعضلة الجد، The Grandfather Paradox. تعال نفترض إن أنت رجعت بالزمن وبشكل ما تسببت في إن جدك ما اتجوزش جدتك، قتلته بقى، ضربته، عملت أي حاجة. ساعتها هو ما خلفش أبوك، وأبوك ما خلفكش، فبالتالي أنت ما اتولدتش، فبالتالي أنت ما رجعتش بالزمن وقتلت جدك، فهو لسه عايش، فخلف أبوك، وأبوك خلفك، فرجعت قتلته، ونفضل بقى في اللفة الطويلة دي. القصد من المعضلة إن لو أنت رجعت بالزمن عشان تغير السبب اللي أنت رجعت عشانه، فالسبب ده مبقاش موجود وبالتالي أنت ما رجعتش، وده اللي بيخلي الرجوع بالزمن حلقة مفرغة يصعب الخروج منها. حتى الآن السفر بالزمن في عصرنا هو شيء لم يتم الوصول ليه، ولكن زي ما بقول لك طالما في أدلة علمية فإحنا ما نعرفش في المستقبل هل هيقدر البشر يبقى عندهم القدرة إن هم يخترعوا آلة زمن ويسافروا، أو إن هم يكتشفوا أماكن أشبه ما تكون بالثقوب الدودية اللي بتدخلك من نقطة وتطلعك من نقطة تانية في زمن مختلف. وبالمناسبة الثقوب الدودية هي التفسير بتاعت السراديب اللي إحنا شفناه في مسلسل دارك أو عمر أفندي. عايزكم بقى تقولوا في الكومنتات لو أنتوا عندكم القدرة إنكم ترجعوا بالزمن، إيه اللي أنتوا ناويين تغيروه؟ ولو هتروحوا للمستقبل إيه اللي عايزين تعرفوه؟ يا ريت ما ننساش إخواتنا في فلسطين والسودان بدعواتنا. كان معكم محمود زايد، سلام.